موقع أنا السلفي. ومن أعظم أمور العدل التي أريد أن أفصل فيها قليلا، العدل في تلقي الأخبار والحكم على أخطاء الآخرين، سواء أقوال أو أفعال، سواء كانوا أقارب أو أباعد، مسلمين أو غير مسلمين. كيف نتعامل مع هذه الأمور؟ العلماء يقولون الناس في تلقي الأخبار والأخطاء والأقوال والأفعال والحكم عليها أصناف. صنف يتلقى الخبر، يسمع مثلا بالخطأ أو بالقول أو بالفعل فيكتمه في نفسه ويصدقه ويرتب عليه ردود الأفعال. بماذا؟ يعني يكون الحب والبغض، الولاء والبراء، العطاء والمنع، ولا يتكلم في الموضوع. سمع الخبر، صدقه، وبنى عليه ردود أفعال من غير أن يقوم بأي عمل إجرائي شرعي بالمرة. وهذا خطر، هذا سبب للفرقة والخلاف والشر والظلم والجور والتعدي إلى آخر المعاني. ما يليق هذا بالمسلمين. وصنف آخر يتلقى الخبر أو يتلقى مثلا الخطأ أو القول أو الفعل فيصدقه للوهلة الأولى ويلوكه. إيش معنى يلوكه؟ يتكلم فيه، يشيعه، ينشره، ثم يضيف إليه ويزيد عليه ويقع في الغيبة وفي النميمة وفي البهتان إلى آخر المعاني. وهذا ظلم، هذا لا يليق بالمسلمين أبدا. كيف تتلقى الخبر فتصدقه وتلوك وتتكلم فيه وتشيعه ثم تزيد عليه؟ هذا يعني يوقعك في الغيبة وفي النميمة وفي البهتان، ولا حول ولا قوة، لا يليق أبدا أبدا. لكن انظر إلى الصنف الثالث، وهم أهل الخير والتقى والصلاح وأهل الفهم الجيد، يتلقون الخطأ أو الخبر أو القول أو الفعل فيتعاملون معه بالضوابط الشرعية. إيش الضوابط الشرعية؟ اسمع وتعلم. أول شيء يتبينون من الخبر أصدق هو أم لا، هل الخبر هذا صحيح أو غير صحيح. يتبينون أولا، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فيتبينوا، فإذا تبينوا من الخبر وعلموا أنه فعلا وقع على نحو ما سمعوا، على نحو ما سمعوا تماما، وقع الخبر والخطأ كان كما سمعوه تماما، لابد أن يتثبتوا من الدوافع والأسباب لهذا العمل أو لهذا القول أو لهذا الخطأ. يسألون صاحب الفعل، لماذا صنعت هذا؟ إيش مبرراتك؟ إيش الدوافع؟ إيش الأسباب التي عندك؟ لعلهم يجدونه مجتهدا متأولا، لعله يكون مخطئا فيرد بتذكير بنصح بإرشاد. لابد أن يسألونه ما الدوافع لهذا العمل؟ هذا ينبغي أن يكون أول عمل بعد التثبت، أن تسأل صاحب الفعل لماذا صنعت هذا؟ لماذا؟ تأتيه وتحاول أن تأتيه مرة وأخرى حتى تقابله، حتى تسأله ما الدوافع وما الأسباب التي دفعته لهذا العمل. لكن تتكلم وتشيع الخبر وتكون ردود الأفعال وتسيء وتفعل ما لا يليق بك أبدا، ثم بعد ذلك تقول أنا يعني لم أقابله ولم أسمع منه، هذا لا يليق أبدا ولا يجوز. وإن اعترف وأقر بالقول أو بالفعل أو بالخطأ، لابد أن تقارن بين هذا الخطأ وبين حسن الرجل، قارن بين هذا وذاك، لعل هذا الخطأ يغمر في بحر حسناته الكثير، في بحر حسناته يغمر. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف من أحرج المواقف، انظر واسمع له جيدا. لما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وأعد العدة، كتب حاطب بن أبي بلتعة رسالة سرية وأرسلها مع امرأة ضعينة تركب على جمل في هودج، وقال أعطيها لسادة قريش سرا. وانطلقت المرأة من المدينة في طريقها إلى مكة لتعلمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد الخروج بصفة كذا وكذا وكذا. انظر، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أن حاطبا كتب رسالة خطيرة لقريش يعلمهم بما تستعدون له أنتم. فنادى على علي ونادى على الزبير وقال انطلق إلى مكان كذا، إلى روضة خاخ، محطة أو مكان على الطريق، ستجدني امرأة ضعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش، اتياني بهذا الكتاب. فانطلق علي والزبير وهما يعني من الفرسان، ووصل المكان فوجد الضعينة فعلا، فقال لها أخرج الكتاب. قالت ما معي الكتاب؟ فقال علي أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذبنا، أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب؟ قال لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، تهديد وتلويح حتى تخاف. فقالت تأخر عني، من حيائها فتأخر عنها قليلا، ثم خرجت الكتاب وعطته إياه فانطلق به عائدا إلى المدينة. إيش يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه خيانة عظمى، هذه خيانة للجيش المسلم، خيانة للدولة الإسلامية. انظر إلى الموقف، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب، قال تعال يا حاطب. لم يعلم حاطب بالخبر، اجلس. جلس، ما حملك على ما صنعت؟ ايش صنعت هذا الصنيع؟
فقال حاطب: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني مؤمن بالله وبرسوله وما ارتدت عن ديني، نعم، ولا أرغب في الكفر بعد الإيمان أبدا، هذه قضية منتهية بالمرة. لكن إيش الدافع يا حاطب؟ إيش الذي فعلك لتفعل هذه الخيانة العظمى، خيانة عسكرية بكل معاني الكلمة؟ فقال: يا رسول الله، إنك تعلم أني امرئ مكاتب، يعني كما عندنا هنا في العرف كاتب مع قريش، ليس منهم، ليس له بطن أو قبيلة أو عصبية، وله أهل وأبناء يخشى عليهم، ويعلم أن الأمر يجري بقدر الله، أن ما قدر الله عز وجل سيكون، ولكن هذه يدا يتصنع بها إلى قريش حتى لا يقدروا بأبنائه هنالك إذا وقع ما وقع، فقط. ولكن عمر رضي الله عنه ما تحمل الموقف، سل سيفه وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا لابد أن تضرب عنقه، هذه خيانة عسكرية. فقال: مهلا يا عمر، اجلس، مهلا يا عمر، إنه من أهل بدر. انظر الموازنة بين خطأ الرجل وبين حسناته العظيمة التي مضت، إنه من أهل بدر، ولعل الله تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر وقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا خطأ لا شك، وخيانة عسكرية لا شك، لكن الرجل حسنات كثيرة، ما هي حسنات عظيمة جدا، من أعظمها حضوره لغزوة بدر التي كانت فرقانا بين الحق والباطل، فوازن عليه الصلاة والسلام. هذا درس لا ينسى للمسلمين، كيف نتعلم الحكم على أخطاء الآخرين. تثبت، مع أن الخبر أتى عن طريق الوحي، هل يا أخواني تثبت على الوحي؟ الوحي ما في كلام، خبر صادق ما فيه شك أبدا، ومع ذلك أرسل حتى جاء بالكتاب ونظر في الكتاب وجاء بالرجل وتبين من الرجل وعلم أنه صادق، قال: لقد صدقكم حاطب، هذا الرجل صادق في هذا الكلام. انظر ثم قارن بين خطأ هذا وبين حسناته، فكان العفو والصفح من النبي عليه الصلاة والسلام درسا لنتعلم هذا المعنى العظيم. أين أنا وأنت في الحكم على أخطاء الآخرين، على تصرفات الآخرين، على أقوال الآخرين؟ هل تعلمنا من هذا الدرس العظيم؟ درس تربوي بليغ. القصة في صحيح البخاري وفي تفسير آية الممتحنة الأولى تجد هذا المعنى بوضوح وبجلاء، فتعلم وعلم من تعول كيف يحكمون على أخطاء الآخرين.